بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فهذه قراءة لألفية وسيلة السعادة في نشر ما تضمن الشهادة من نظم العلامة المختار ابن بونة الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما أقول بسم الله ثم اقتداء بكتاب الله، الحمد لله القديم الأسماء الواسع الفضل الكريم، الأسماء الحي ذي الجلال والإكرام، مزدي إلينا رسله الكرام، ميسر العبد لما قد خلق، معلق الكسب بما تعلق، فصير الأبرار للنعيم وصير الفجار للجحيم، سبحانه جل عن الأنداد في الملك والأعوان والأضداد، ثم صلاة ربنا السلام مقرونة بأفضل السلام على الذي هدى إلى الإيمان بواضح الدليل والبرهان، على النبي العلم العلام وآله وصحبه الأعلام، ما غلب الباطل بالحق وما هدى إلى الحق الإله العلماء، هذا وإن العلم نعم المكتسب وخير ما إليه ذو الفضل انتسب، وأفضل العلوم بالإطلاق علم به معرفة الخلاق، وهو الذي يدعون بالتوحيد ولا يرون عنه من محيد، كما يسمى عند أهل الفهم علم العقائد بغير وهم، وعلم أصل الدين والكلام، والدين الإيمان مع الإسلام ومع الإحسان، فأما الثاني فقصره عليه في القرآن، لأنه اليهود والنصارى دينهما إلى الضلال صارا، فهو إذن قصر إضافي بحسب دينهما الذي الحنيفي سلب، إيماننا التصديق بالجنان، والشرط فيه النطق باللسان لقادر وقيل ركن منه أو ليس بشرط أو بركن ذا حكوا، وأما الإسلام فبالصلاة وحج بيت الله والزكاة وبالصيام بعد لفظ الهيللة، والكل في الإيمان شرط تكملة، واختلفوا في الزيد والنقصان هل ينسبان فذر الإيمان، وأما الإحسان بحد من دراه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك فخشه وعظم شأنه، فإن لم تكن تراه يحرر. ثم من أسمائه المشتهرة عقائد الإيمان عند التذكرة، إضافة العلم لغير الثاني تزويله وذكرها سياني، وكل فن فاز أهله بما لم يكو في فن سواه علما، وأهل ذا الفن بكل مجد إذ كل فن دونه لا يجدي، من غير عكس فإلى العلوم نسبته كنسبة العموم، موضوع الذي به يبحث عن عوارض ذاتية له تعن، معلوم أو الوجود المطلق وقيل هو الممكن المحقق، منه المصور مع الصفات وليس فرد زعمه بالذات، لأنه لا بد أن يبين في علم أعلى أو يكون بين، والأشعر واضعه وما استمد منه فأحكام إلى العقل ترد، وجوب الجواز الامتناع، ثم الكتاب السنة الإجماع، وفضله تعلمه من أجل معلومه، فهو أجل فضل لأنه الموصل الأذهان لقوة اليقين بالبرهان، وما ببرهان من المقاصد ينمى إلى العقل فعل الفوائد، يثبت أو بالنقل فالمسائل وبعضها لبعضها وسائل، مفاده لأهله السعادة وفوزهم بثمرة العبادة، وهي النجاة من عذاب الخالق مع الوصول للنعيم الرائق، والذب عن دين العلي بنصرته، ورد للبدعة عما بدعته، ويشهد الأفهام بالتصرف في البحث في العلم الجلي والخفي، وحده باللقبي علم قواعد يدرك منها فهم عقائد السني وبالإضافي، فالأصل مبنى الشيء فلتصافي، والدين قد عرفته بالقسم معرفا منه لكل قسم، كما ذكرت ما من الأسماء يدعى به ذا الفن الاستفاء، فهذه تسع مقدمات لكل فن سبقها مواتي، علم بموضوع وواضع وحد ونسبة واسم وفضل مستمد، وما يفيد الفن والمسائل والحكم فعل معاشر الوسائل، ففرض عين ما من التوحيد يخرج ذا العقل من التقليد، وما به الرد على أهل الشبه فرض كفاية وتلك المرتبة، بها يخاطب الذكي للغبي، ونقل منع النظر ابن العربي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد عنه أبي، إذ جاء في الذكر من الحث على نظرنا في خلق مولانا على ليحصل المدلول بالدليل، إذ طرده يلزم في المعقول لا عكسه، إذا نظرت وأثر عن النبي ما لا يكاد ينحصر صلى الله عليه وسلم، كمثل من عرف نفسه فقد عرف ربه فنعم المعتقد، ونقل وجوبه عن مالك، وجمع الأشيخ بين ذلك بأن من عذاك في حق العوام من أجل ذا صنف إلجام العوام عن علم الكلام حجة الإسلام،
يحرر. والأذكياء يجب في الكلام خوضهم لكثرة المناظرة بين ذوي البدعة والأشاعرة، وقد وجدت فيه كتبا جما قد صنفتها علماء الأمة، ولم أزل أطلب بالتطفل عليهم من منح المولى العلي، حتى جمعت بين أهل الفضل ما يطمع فيه من به قد علم، فصار أهل العصر يسمعون من قبل ما فيه يطمعون. فطلبت بعض بني الزمان أن آتي اليوم بترجماني يبدي لهم مكنون ذي العقائد من كل ما يخفى من المقاصد ذي العقائد من كل ما يخفى من المقاصد. فقمت بالجواب مستعينا في مطلبي إلهنا المعين، ملخصا من ذاك ما يفيد من يطلب ما يغني، لكن بثمن أن يسأل الرحمن أن يهديني لطرق الهدى، وأن يوليني سعادة الدارين مع كفاية همهما والفوز بالعناية. نظما حوى عقائد الشريف محمد السنوسي الظريف، لخصت فيه محاوة الصور مع ضمن وسطه وضمن كبرى، وغيرها مرتجيا أن يرتضى إلى هنا وأن ينيلني الرضا. وضمن بحثاني عن مقدمة تأخر خاتمة متممة، سميت وسيلة السعادة في نشر ما تضمن الشهادة، والله أرجو أن تكون كاسمها لمن بها اهتم ولو برسمها. مقدمة إن كنت عن أفضل خير سائل فأيد الحق وأوهي الباطل، وواظبا على اتباع المتبع أهل الرشاد واجتناب المبتدع، فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع، عن الذي مضمونه قد اختلف مع الذي عليه صالح السلف، إذ كل بدعة باتباع سنة فتركها ابتداع، كالبحث عن أعراض هذا العالم وجرمه وعن صفة العالم، وكل ما استنبط باجتهادي من اجتهاده صاب هادي، كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد المهذب وغيرهم ممن له ذي الرتب قد نسبتها العلماء كأشهب، وأعلمه ديت أن كل مجتهد ولو رأى الخطأ مصيب فاجتهد، لذاك قد حكم للصحابة كلا مع الخلاف بالإصابة، لكن لمن أصاب أجران ومن أخطأ فأجر واحد فلتعلم، وذاك في الظني لا العقائد فإنما المصيب فيها واحد، واعلم بأن كل قول شذ ينبذ عن وضع الفتى ونبذ إلا اضطرارا، ولذي رأي يرى صحته الحكم به بلا مرى، وأن الأروع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن، وأن نرجح التزام مذهب معين وغير ذا عنه أبي، وأن تحسين العقول يلغى كالقبح في غير السبيل ملغى، بل ما نهى عنه الإله أو أمر في القبح والتحسين هو المعتبر، وأن في القتل جنيد يوم على هدى ومن لنهجهم توصل، وكالحدود وكرسم العلم وعلم برهان وقسم العلم إلى التصور أو التصديق، وما يعيننا على التحقيق كالبحث في الأصول والمعاني والطب والحساب والبيان وشكل أحرف الكتاب والنقاط وما به بعد الصحابة انضباط، لأن كل بدعة من ذي البدع لها تلبس بمنهاج شرع، لأنه نور وهذا مقتبس من آنس النور فجاء بقبس، فصار هذا كله به اهتداء فأفهامنا فصار هذا كله به اهتداء فهمنا مذ قصرت إلى الهدى، وكان نور رحيم مغن للسلف عن الجذى التي بها يغفو الخلف، كما عن التصيف والإعراب تغني الطباع ألسن الأعراب تغني الطباع ألسن الأعراب، والمصطفى يغنى عن التهجي ليس العراب كالبغال العرجي، ولا تكن في الاتباع مفرطا ولا مفرطا ولكن أقسط، فالعالم الذي في الأشياء يقسط، والجاهل المفرط والمفرط، مثل النصارى أفرطوا في عيسى بما ادعى وفرطوا في موسى، وعكسهم معاشر اليهود، وفرط الجميع في المحمود محمد الحائز للارتفاع، أفضل خلق الله بالإجماع عليه أزكى صلاة الباري، مكورا الليل على النار صلى الله عليه وسلم. نحمد الله على اهتدائنا للقسط في جميع أنبيائنا وفي ملائكته الكرام عليهم الصلاة والسلام، وإنما الإقساط في النبي إجاب عصمة، وفي الولي تجويز أن يؤتيهم الكرامة من قد هداهم للاستقامة، ككشف والعلم بلا تعلم، وكالوصول للبقاع الحرم حيثما كانوا بلا تكلف، وكل أمر خارق مشرف. كرامة الولي حق وظهر منها كثير، كرسالة عمر لنيل مصر وسماع سارية كلامه من البلاد النائية، لكن من أوجب هذا أفرط في حقهم ومن أباه فرط، لأنهم لهم تعد البشرى والفوز في دنياهم والأخرى، فليس من خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفق ما قال على وحبنا للأنبياء توقف إيماننا عليه قطعا فعرفا، وحبنا الولي مما وجب شرعا وفي دعائه فلنرغب، فكم ينال العفو من بركته كما ينال الهدي من زيارته. أما سؤاله عن الغيب فلا يجوز وهو بدعة لن تقبل، وقطعه بما به الولي أخبر كفر عكسه النبي، وفضل إله بعض الأنبياء قطعا على بعض وبعض الأولياء أيضا على بعض وبعض العلماء أيضا على بعضهم فلتعلم، وللنبوءة تواطؤ وما للأولياء مشكك كالعلماء، والأولياء المؤمن والأتقياء، فالعلماء العاملون أولياء والأتقياء من لا ينون لهم تجنب عن كل ما يؤثم،
على مراتب التوقة التنزه عن شاغل عن الذي الأمر له، وربما أطلق في التبري من جعل لله شريك فدري، والأنبياء الموحي لهم رب الورى، ولو بتبليغ لهم لن يأمر، وأنبياء يؤمر فالرسول، وعد جيس وذا المنقول، والأنبياء من الألوف قيدوا، والأولياء بالعد لم يقيدوا، كل ولي عالم، لا كل من يكون عالما ولي فعلما. ونسبة العالم للولي كنسبة الولي للنبي، فهو إذن أعم منه مطلقا، هذا الذي قد قاله من حقق. ونسبة الرسول للنبي كنسبة النبي للولي، فهو إذن أخص منه مطلقا صدقا كما يؤخذ مما سبق. ونسبة الأشياء للأشياء تباين، ونسبة استواء ثم عموم وخصوص أطلق، أو قيل بجهة فحقق كنسبة النحاس الحديد، ونسبة الحد إلى المحدود، وكالعبادة إلى الزكاة، ونسبة الفرض إلى الصلاة، الأول السلبان فعلا مطلقا، والثاني الإجابان فيه صدقا، للثالث الجزئيتان إن حمل ما خص، والموجبتان إن جعل مع محمولا وأيضا حقق، للرابع الجزئيتان مطلقا ومطلقا تاني ومحمول أعم من اللذين تبع بلا وهم، ثم العموم كثرة الأفراد بنسبة إلى الخصوص البادئ مع قلة الأوصاف بالنسبة له، ما الخصوص فبعكس نجعل، وبل كرامة لكل فاسق قطعا وإن أعطي كل خارق، قطعا وإن أعطي كل خارق، لأن ما يعطاه الاستدراج من حيث لا يعلم لا الإدراج، وفر منه إنه لفتنة، يضل كل من بخير ظنه، أما ملائكته فمكرم، والله لا يعصونه ما يؤمر، ليسوا بذكران ولا إناث، وظل من جعلهم إناثا، والأنبياء أفضل منهم مسجلا، وقيل بالعكس وبعض فصلا، وإنما اختلافهم فيما خلق محمدا خير الورى، كما خلق صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، وآله وصحبه على الدوام، وفضلا على الورى الصديقة، من بعد هؤلاء فالفاروق، بعده عثمان ذي النورين، ثم أبو الحسن والحسين، والوقف رأي مالك في ذين، وبعض المفضول ذي النورين، فطلحة زبير وابن عوف مع سعد سعيد عامر أهل الورى، فأهل بدر ثم أهل أحد، فبيعة الرضوان أهل الرشد، والسابقون الأول والفضل إليهم سبه، وهم من صلى للقبلتين أو هم أهل بدري أو أحد أو من بايعوا فدري، والصحب كلهم عدول الخيرة، فمن يرد من نورهم هدى يرى، فهم هداة كلهم كالأنجم في الاهتداء لمن سرى في الظلم، وعنهم الله جميعا رضي، وهم رضوا عنه فلا تستثني، وفضل النوم على العباد سوى الأولى مروا بلا عناد، فتابعيهم فمن يليهم بالاستقامة، فتابعيهم بالاستقامة إلى يوم اللقاء، والاصطفاء للمؤمنين مطلقا، أي ظالم لنفسه ومقتصد، وسابق بالخير، والكل سعد، جنة عدن يدخلونها كما أوحى إلى النبي رب السماء صلى الله عليه وسلم جل وعلا سبحانه. ولا تكفر أحدا بذنب من أهل ذي القبلة غير سلب إيمانه بردة كجحد ما نص من الدين جليا علما، وفي سوى منصوصه الخلف يفي، ولا تكفره بجحد ما خفي، ولا بجعله دليل العقل مكتفيا بالنقل أو بالجمل، والخلف في إيمان ذي التقليد مع ثباته إن المقلد رجع، والجاهل المقر بالحق فدع، والبحث عن ضلاله من البدع مثل سؤاله عن الدليل، لأنه يفضي إلى التضليل إلا للاختبار والتمكين، إذ النصيحة من على الدين، والخوف من زوال الإيمان يجب، وحسن ظن العبد بالله استحب، وأمن مكر الله والقنوط كلاهما بسخطه منوط، والله لا يغفر أن يشرك به، وغافر ما دون ذاك فانتبه، لمن يشاء ويغفر الصائر للعبد باجتنابه الكبائر، من غير إصرار على الصغيرة لأنها به إذا كبيرة، والمؤمن الحسنات له مضاعفها بفضله ربهم، ومن أتى بالذنب منهم فلا يجزيه إلا مثله الله على، وما أصاب الناس فهو يقفو، ما كسبوا عن كثير يعفو، ومن أتى مثقال ذرة يرى خيرا وشرا عاجلا أو آخرا، وإنما العمل بالنيات وما يصح دونها فلتات في بنية امتثال الأمر، إذ هي شرط في حصول الأجر، وما من الأعمال مشروط بها يثاب فيه دونها فانتبه، وتوبة العبد من الذنوب ومن حظوظ النفس والعيوب فرض بفعل، وهي قطعا تقبل من كافر ترغيبهم أن يدخلوا، إذ جاءنا أن الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما أغبروا، إن يكوا في غرغرة لم يقع، والشمس من مغربها لم تطلع، وفي قبولها لعبد مؤمن قطعا، وظن النقل خلف بين، وجاء حب الله للتواب، وفي إرشاد إلى الصواب إلى قبولها إذ المبالغة بغير مرة تكون سائغة، وهي صميم العزم أن لا يفعل مع التوجه على أن فعل، وهل إذا عاد إلى الذنب هذم قبوله أو لا، وهذا القول المهم، من مات لم يتب من الكبائر فلمشيئة الإله صائر، وغاير التوبة معصوم، ومن حفظ توبة سواهم فعلما، وتوبة الكافر توبة الذي قد أسلم فذي من الكفر وذي من الذنوب، وهي قطعا وجبت شرعا على الجميع فيما قد ثبت، وتوبة الأخرس والمجبوب مقبولة في المذهب المصحوب، وذي
عما من الزنا والقذف والنظر الممنوع دون خلفي. تبعيدها من العصاة قبل في غير جنس واحد وأسجل قوم وقيل في الخلاف يعتبر تفاوت في القبح مثل أن يذر شربا بمسجد مع الإصرار عليه في الأخصاص والديار. وفسق الاعتقاد ليس تقبل معه من الذنب ولا ما يعمل كالقدرية وكالجبرية والمنكر صفاته الذاتية. هذا الذي أرى فيه ألمع رأي السنوسي الذي قد أجمع أن له نورا أضاء الظلمة واقتبست منه فحول العلماء وجاء تكفير الذنوب بالصلاة والحج والطهر وصوم وزكاة وغيرها وقيدنه إذ واجب تنفيذ وإعاد وراء بكل ذنب. لا تحقر معصية أو طاعة واحذر هواك وذر اتباع والغيبة تجتنب وكبرياء والعجب والحسد والرياء ودع من الظن كثيرا والمراء في الدين والجدال ثم الافتراء. وشرع جدل وهو أن يقع خوض من اثنين لتحقيق لا مع للحق والظن ونفي الباطل مضى عليه عمل الأفاضل كالأنبياء وله وجوه فمعنا في مقصد مكروه وقصد إظهار لباطل على حق وإخفاء ظاهر قد حضر وحظ نفس من علو القدر لجلب خير أو لدفع ضر وأوجبه لابتغاء المعرفة عند ظهور الشبه المختلفة ولكتشحيد الذكاء مندوب وجائز في غير ذا مطلوب كمثل تمرين لفهم المختبر وشرط ضبط قوانين النظر وعلم ذا الحكم وما تعلق به وصون نطقه ويصدق آداب الإنصات بالإنصاف لخصمه وترك الاعتساف ورفع صوته مع الوقار وعدم الطرب بالإظهار وفي السؤال الضبط والتحسين وفي الجواب الطبق والتبيين وكل ما اعتبر في المناظرة معتبر أيضا لدى المذاكرة. وأمر بمعروف سواك وانصره وانهى عن المنكر ولتغيره وخف من الذنوب واعلم أن حمل الذي براك فاحذر منه وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. أعاذنا الله من البلاء وسوء ما سبق في القضاء فإن من قضائه رد البلاء عن العباد بالدعاء تفضلا لذاك قال للعباد ادعوني ومنعوا الغير من الماعون واقتدي بالكتاب والسنة أو إجماع الأعلام الأولى الحق ذرى ورأي من أهلا يرى للاجتهاد من كل مشهور عليه الاعتماد والحق سعي في المعاش البادي حلا وفي حسنة المعادي وغيره الضلال بالإمعان ومنه الاشتغال بالدخان لأنه لا يجلب المنافع ولم يكن لما يضر دافع وإنما الذي له قاد الهوى ومن يقوده في المهالك هوى ومن نهى النفس عن عين تهوى فإنما الجنة هي المأوى وما حكى عن بعض أهل المشرق نس من الجواز غير مشرق والله يرزق من الحلال وغير العبد بالاختلال والرزق في الحلال ليس يقصر وقصوه عليه ليس ينصر فصف الحكم وأقسامه الحكم إثبات لأمر أمري الحكم إثبات لأمر أمري أو نفي عن وذاك فدري ثلاثة عقلي أو شرعي أو ذو عادة والفرق بينها جلو وعادة الأشياخ قسم الحكم للعقل قبل البحث فيه للعلم وهو ثلاثة فما لم يقبل نفيا فواجب وما لم يعقل إثباته فمستحيلا حائز وقابل الأمرين هو الجائز إذ واجب شرعا على المكلف أن يعرف الواجب والمحال في حق إلهنا والأنبياء في حق إلهنا والأنبياء وما يمكن أن يجوز في حقهما والنظر المفضي إليها أول فرض وذا القول علي أول قصد وقيل معرفة مواجب في حقه أن نعرف وقول أهل الاعتزال المعرفة واجبة بالعقل فالتزي فهو واجب بالشرع شكر المنعم إلى العقل في مذهبنا المسلم كذا كصون الدين والنفس النسب والعقل ثم العرض والمال واجب والنصب للإمام كي يقيم ذا كله كي يهدي القويم وعدم العزل له إلا بما كفره من الذنوب فعلما وطاعة الوالد والإمام والشيخ فيما ليس بالحرام إذ جاء لطاعة للمخلوق في معصية الخالق فالحق اقتفي فصل حكم الشرع الحكم ذو الشرع خطاب بالطلب أو بالإباحة أو الوضع سبب أو مانعا أو شرطا أو فسادا أو صحة إلهنا العبادة فالشرط ما يلزم من عدمه عدم مشروط لذات حكمه لا من وجوده وجود أو عدم والمانع المعطي وجوده العدم لا نفي شيئا وما السبب فما اقتفى فيما له المسبب وصحة العقد ترتب الأثر وفي العبادة بالأجزاء وفي العبادة بالأجزاء تعتبر وعكسها الفساد والبطلان وإن مما يجب الإيمان قطعا بتعلق الخطاب معنا بمعدوم بلا ارتياب فصل في البحث عن الموجودات أما الوجود غائبا أو شاهدا فكون من خارج مشاهدا وما به يوصف فالموجود ومثل الشيء وذا المحمود وانحاصر الموجود في شيئين الله والعالم دون مين فالله للذات العلية علم مع كل وصف قائم بها ولم أو فالله للذات العلية علم مع كل وصف قائم بها ولم يكن لا عينا ولا غيرا جلي والعالم اسم ما سوى الله العلي من كل أمر مدرك بالبصر من جوهر أو قائم بالجوهر وهو بلا تأمل موجود وكل أمر وصفه الوجود لم يخلو إما أن يكون ذا قدم أو حادثا فعنه يسلب القدم لأنه انحصر في قسمين الجرم والعرض دون مين فالأول الذي له التحيز والثاني ما له به التميز وبعض العراضي بالأكوان دعي وهو سكون واجتماع فاسمعي وضد
الفؤادين وفيها العدم محقق قطعا فينفى القدم وكل جرم دونها لا يعقل وكونها حادثة لا يجهل فانتسب الحدوث للأجرام وما بأقام بالحتام لأنها تلازم الحوادث وكل ما لازمها فحادث فصل في السبعة المطالب ومن نفى زائد أو ملازم جرم فمنه تسقط المكالمة وكل من رأى قيام العراضي بنفسه فقلبه ذو مرض أو انتقال أو كمون ما طرأ ظهور ما نفاه أو تغيره قديم إذ يصير جائزا فلم يستغني عن مرجح على العدم فكان مسبوقا به وكل ما قد كان مسبوقا ينافي القدم ولو يقوم بنفسه أو انتقل كان بلا متصاف وذا بطل ولو به كمن مع ظهور ضد لو لاقاه دون زور ومن رأى حوادثا لا أول فما ادعوا باطل وابطل بأن كل واحد منها اتصل بأزل فهو قديم قد حصل فينتفي التغير المشاهد فيها وإن لم يكن منها واحد متصم به فذا المطلوب ومع ذا الحق به مغلوب وأيضا التغير المصوف بكل قضى حدوث كل فانتبه وكل حادث بلا تأمل بدون أولية لم يعقل وأيضا إما أن تكون زوجا أو فردا فكل ينتهي دعم الدعو ورد رأي من يرون قدما سوى العلي من أغبياء القدماء مثل الهيولة والخلا والعقل والنفس والقدم محض الجالي من الحقائق بلا أفراد لها أو الجوائل الأفراد من غير تركيب إذ الموجود إن قام بذات فكذي الذات زك وإن يقوم بنفسه فالذات أو المحل قالوا الأدبات وإن تكن تحيزت فالجرم والعين والجوهر والجسم والجوار الفضل وإن لم تكوني تحيزت فذات ربنا الغني وسيجد الدليل أن لا يشرك به سواه لا وأن لا يدرك والجسم مولف من فردين فصاعدا وهو على قسمين ما يقبل القسم على استوائي شطرين والعكس بالامتراء والجوهر الفرد الذي لا يقبل قسما وقيل إنه لا يعقل لأنه لكل جرم ست جهات خلف شمال تحت وعكسه وهو إذا لقاه من كل تلقى جوهر سواه فجهة بها يلاقي جوهرا غير التي بها يلاقي الآخر وذا الدليل شبهة مردودة إذ الجهات كلها المعدودة نعدها من الفراغيات فلا تفيد الجرم جزئيات ولازم الماذي الأناس تدعي أن تستوي الذرة والفيل فعي لأن كل منهما لا ينتهي فغير منتهي كغير منتهي فحقق الحدوث فحقق الحدوث والوجود فيه بحكم نقضه مردود يراه ربنا ولا نراه إلا وكان معه سواه وانفرد العلم القديم والبصر وسمعه بما نبت عنه الفكر وأقرب الأشياء من العينين جرمهما كالوجه والأذنين وأبعد الأشياء منهما زحل وذاك أن الله ما شاء فعل أما الحقائق فما عنه عهد في خارج الأفراد حادثا وجد وما من العلم لنا بها عرض أو انطباع في النفوس فعرض وعلم ربنا بها قديم كعلمه بنا وذا القويم أما الهيولة لم تكن شيئا ولا دعواهم وليس شيئا الخلا ورد في الفراغ كالهواء إلى الجسم بين الأرض والسماء وحكمها من الجبال والسماء لم يتحرك حكمها تقدم وحكمها لم نرى حكم ما نرى كالعرش والكرسي وما تحت الثرى والروح والشيطان والملائك والنار والجنة والأرائك وغير ذا مما عن العيان غاب عن الأعراض والأعيان إذ بينها معنى التماثل انعقد فما لا لمثلها قد اضطرت فحقق الحدوث للعوالم بأسرها بالقطع كل عالم وهو على كون الوجود قد وجب لربنا دل وضده سلب إذ كل شيء انتفى عنه القدم سوى الوجود فيه عقلا العدم كوقته مع غيره وجهة مكانه وقدره وصفته مع غيرها أن يكون رجح أحدها بدون شيء رجح فهو إذا ساوى ولم يساوي ما قابله وذات ما في اللزمة فبان أنه لو مرجح أوجده قطعا وذا متضح وليس غير الله ذي الجلال نسأله الأمن من الضلال إذ لو أكان نفسه تأخر عن نفسه سابقا صور أو كان حادث سواه أوجد لكان ذا مفتقرا لما بدا فيلزم الدور أو التسلسل وكل ما قد لزمه يبطل فبان من ذا أن لله القدم يجب وهو نفي سابق العدم ومن وجوبه لو جل البقاء أوجبه العقل لما قد سبق وعلم بأن قدما من أزلي أخص إذ كل قديم أزلي من غير عكس وكذا حكم البقاء ما حكم الاستمرار فيما حقق لأنه خص البقاء والقدم بذي وجود دون أمر ذي عدم الأزلي والمستمر عما كلا فكل بهما يسمى كنسبة الحدوث والفناء إلى الطلوع وللانتهاء لذا لكل واجب لم يحكم سوى الإله بالبقاء والقدم لا بل بالاستمرار أو بالأزل إذ لا له من آخر أو أولي إذ لا له من آخر أو أولي كعدم الشريك واجتماعي ضدين والحكم على الأنواع بما لا ثبت كالزوجية لعشرة وسلب وترية وما الإله للوراء أراده من الشقاوة أو السعادة وما الملائك عليهم تكتب في صحف يثبته أو يسلبه عنده أم الكتاب وهو ما في لوحه أو علمه فلتعلم
وعدم العالم قبل أن وجد ينسب للآزل أيضا فاقتصد وليس بالقدم بالموصوف وإنما القدم للروف. وعدم الشريك باستمرار يوصف لا البقاء بلا إنكار، والعدم اللاحق بالطرو قد يوصف لا الحدوث عندما النقد، والعدم السابق بانتهاء عند الوجود صفه لا الفناء. ولغة يدعون أيضا بقديم بعيد عهد مثل عرجون قديم، وإنما المعني بالألفاظ ما له تجيء في اصطلاح العلماء وواجب الخلاف والحوادث لهو إلا كان قطعا حادثا، لأن مثل شيء معه يستوي في وصفه النفسي فالحق احتوي، وهو الذي تعقل الموصوف به بلاه يستحيل عقلا فانتبه، واجب القيام بالنفس له ولا مخصص ولا محل له، إذ لو إلى المخصص احتاج حصل حدوثه ولو يقوم بالمحل لكان وصفا وهو بالمعاني لا يوصف وهي وجبت له على، إذ لو بمعنى قام معنى لانقلب ذاتا لما قيامه به طلب، إذ كل ما يقبل أن يقوم به معنى فذات ليس إلا فانتبه، لأن ذا القبول فصل الذات ولو يكون شامل الصفات لكان جنسا يشمل النوعين، فكان نفسيا بغير مين للذات والمعنى فلا يختلف، والشيء أن يعرو مما يوصف به قبلا كلي لا يعقل إمكانه فيلزم التسلسل، ووجبت وحدته في الذات جل في الأفعال والصفات النفي ويفضي إلى التمانع، وذاك مقتضي لرفع الواقع، إذ لو يكون معه ثان غني مقدور كل عن سواه فاعتني، وكل ما استغنى عن الشيء يصح مثل استغناه وهو متضح، فبان إن تمانع افتقارنا لواحد فصح عنهما الغنى، وكان كل منهما مفتقرا إلى المخصص بما قد قرر صح أن يرجح دون مرجح وجودنا أو لم يقع فصحح هذا إذا ما الاتفاق فرض، وإن يكون خلاف فالعجز اقتضى، والعجز يستلزم أن لا يوجد شيء من الصنع الذي لنا بدا، وكونه كما على متصلا يجب أن ينقسم المعنى فلا يعقل أو يعجز ما لم يوصف منه به أو مثل ما قد سلف منه به أو مثل ما قد سلف من التمانع إذا ما حل بكل جزء منه مستقل. فهذه ست من الصفات، وقيل أولهن عين الذات، وقيل لا وهي لها نفسية، والخمس بعد هذه سلبية، إذ هي سلب النقص من الضاد تحال في حق الإله الهادي، وهي افتقار وحدوث وفنى وشركة الغير فما عنه غنى العبد في الأقوال والأفعال والهم والتدبير والأحوال، بل كل ما أدخل في الوجود خص بفعل ربنا المريد، وإنما للعبد كسب كلف شرعا به وهو على ما ألف تعلق القدرة بالمقدور في محل من غير تأثير يفي مع تعلق الإرادة به، فالعبد كاسب إذن فانتبه عليه ما اكتسبه من ضير كما له مكسوبه من خير. ثم فريق أنكر الكسب فزل وأثبت التأثير حزب اعتزل، دليل ذا الكسب الذي به ثبت قول إلهنا لها ما كسبت، ولو لعبد أثبت التأثير لجزا لا يفعل القدير ما شاء وافتقاره لما يريد لفاعل سواه جل من مريد. والحق أن عبده مجبور في قلب المختار إذا المأثور، إذ يخلق الله اختيار العبد في حال اختراع الله فعله ففي وقدرة عليه للعبد، وقد يخلق دونه ماذا المعتقد، والاختيار دون الاقتدار والاقتدار دون الاختيار، أما ترى حركة اختيار قد بانت حركة اضطرار، والعمد والخطأ في الأفعال تباين أيضا وفي الأقوال، وأنه يقصد فعلا يقدر عليه ثم عنه عجزا يقصر، فبان من ذاك انفراد الرب بكل تأثير، وكون الكسب لعبده فيما له اختيار فيه من الفعل الذي الجبار خلقه فيه، وألا كسب فيما سوى ذاك وألا عدب، إذ كلف الله النفوس الوسعى ولم يكلفها سواه شرعا، ولو يشاء كلفه بما فعل فيه بلا قصد، ولو يشاء جل تركه سدى بلا تكليف، سبحانه من باطن لطيف، ويكسب العبد بقول وعمل وباعتقاد القلب خير وزلل، والكسب والمكسوب مخلوقان كالعبد المهيمن المنان، والله لا يظلم إذ لا يسأل عن فعله وهو العباد يسألون. فصل في بيان عدم اتحاد الأمر التكوني والأمر الشرعي. وأمره الكوني والشرعي ليس بواحد ولا المرضي، إذ كل ما أراده كان وقر، ولا يريد كل ما به أمر، كما إلهنا تعالى ما أمر بكل ما شاء ككفر من كفر، بل بينما تعلق الأمران به عموم وجه وخصوص فانتبه، تعلق بنحو إيمان عمر وانفرد الكوني بكفر من كفر، وانفرد الشرعي بإيمان أبي جهل وكل كافر مجنب، فغيرت إرادة منه الرضا وغيرت محبة منه القضاء، والله قد أجملت الأشياء في لوحي، وذلك القضاء والقدر الصدور عن حكم القضاء، أو علمه بقدر كل ما قضى، أو الإرادة له في الأزل، أو القضاء والجواري عن وجلي، وولد بعض ذوي الإفادة العلم والقدرة والإرادة، ولا خلاف أن من قد أنكر قدره في كل قول كفر، فكان الإيمان به بخيره وشره وحلوه ومره موجبا شرعا على العباد، وإن نفى في الشر ذو الإلحاد، وفق من وفقه بفضله، أضل من خذله بعدله، ورجح المجاز في إسناد ما شان إلى الشيطان تقف العلماء، ونحوه مثل الهوى والنار
نفسه مع اعتقاد الحق دون نفسه، واجب على عباده الرضا منه تعالى بالقضاء لا ما قضى إلا إذا ما كان أمرا قد وجب، وليس من تأثير أيضا للسبب بنفسه أو قوة جعلها فيه، لأن العقل قد أحالها، لأنه يفضي إلى أن يفتقر لسبب في أثر فلتأتمر، كالماء للري وكالسكين والنار للقطع وللتسخين، وفقنا الله في الاعتقاد والقول والعمل للرشاد. فصل في ذكر أمور تستحيل في حق تعالى. ومستحيل أن يكون ذا ولد أو والد أو زوجة أو اتحد بغير حكم على اللاهوت بأنه اتحد بالناسوت، أي قولهم إن الإله بجسد عيسى نبيه وعبده اتحد، وباطن قولهم إذ وباطن قولهم ما تبقي وباطن قولهم ما تبقي كل على وجوده يحقق، كونهم اثنين إذن وإلا بل عدم فلا اتحاد أصلا، لأن ذا الموجود ثالث وإن واحدا الموجود منهما يكون، فإنما وجد بالمعدوم لم يتحد ذا من المعلوم، وجعله مع ذا ليس بذات بل من أقانيم الوجود والحياة والعلم، وهو عندهم بكلمة يدعى، فبالنسوت تلك الكلمة اتحدت بالامتزاج أو محل كان لها وبانطباع في المحل، ويقتضي وجود أوصاف بلا متصف، وكان معنى جعل منطبعا في جسد وهو أثر لا نفسه ولا اتحاد بالأثر، ومزجه بجسد أو جعل بالغير جزء الشيء قائما فلا يعقل ذا. وبعض أهل الباطن من أهل سوء ظاهر وباطن يزعم أن قد حل بالأجساد، منهم تعالى بالي العباد عما ادعوا من المحال الباطل من كل ما يبى عقل العاقل، فافتضحت مذاهب النصارى وما ادعوا للانتقاض صار، وكونه مركبا من أجزاء وما مضى من رد ذاك أجزاء. وتستحيل أيضا المماثلة في حقه للخلق والمشاكلة، ككونه جلما تعالى أو عرض أو كان في جهاتنا أو له غرض في فعله أو حكمه، وبكبر أو طول أو بصغر أو بقصر أو غلظ أو رقة أو بزمن أو بمكان أو بكيف اقترن أو عمق أو ضدي أو ضيق أو ضدي أو كونه مفترقا أو ذا اجتماع أو هواء أو خلاء، أو كونه جديدا أو به بلا، ليس له جهة أو لون ولا رائحة أو طعم، رائحة أو طعم أو لمس على، ولا له ارتسام صورة عرى فكرا ولا وهما فلا تصورا، ومع ذا بالقطع فهو ذات سبحانه وقام به الصفات، تقدست عن شبه الأجسام وكل ما يخطر بالأوهام، لأنه لو لم يكن ذاتا لما وصف بالمعنى لما تقدم، وأشبه الأجسام لم تفل قدم عنه لأنها حدوثها انحتم، فأبطلت مذاهب المعطلين ذات الإله والمجسمين، فأبطلت مذاهب المعطلين ذاتية الإله والمجسمين، ليس كمثله تعالى شيء، والفكر في كنه الإله غي، ليس كمثله تعالى شيء، والفكر في كنه الإله غي، وإنما الفكر الذي يليق أن يلتهي بصنع المخلوق، سبحان من إدراكه في عدم إدراكه منفردا بالعظام، وواجب إيماننا أن استوى جل على عرش على الملك احتوى، وفقه وفي السماء يداه مبسوطة، وبنى سماه جل بأيدنا أينما تولوا، فثم وجهه فلا تضلوا، وأنه يجيء والملك صف صفا، وما من نحو ذا به اتصف، واجب تنزيه عن استواء يجب أن له بخلقه استواء، وعن تقيد بظرف فعلم، وعن تحرك وعن تجسم، بل صرفه لما على الكمال قد دل واجب بلا إشكال، سبحانه جل جلاله على ليس له من شبه قطعا ولا، والسلف الصالح معنى ما مضى لعالم الغيب الخبير فوضى، وبعض ما لا إلى تأويل مشتبه الحديث والتنزيل، فبالوجود الوجه بالذات أبدى وما لاقى من الصفات، وليدا بالقدرة أو بنعمته، والاستواء بالقهر أو غلبته، وبحضور الأمر أول المجيء، فقس على ذا ما مماثلا يجي، وكل تأويل بمعنى قد صادق فاقبل، فما دل على الحق فحق الشيخ، بل هي له معاني مفوضا زادت على الثماني، وقيل من باب أرى مقدما رجلا مؤخرا لأخرى الحكمة، وموهم المحذور من عرف الأولى تصوفوا واشتهروا فأولا، وأن بعلم الشرع لم يشتهري من أهل ذا الفن فلا تعتبري، وقولهم في الشطح غير لائق مؤول عن بعضهم باللائق، أو أنهم قد غلبوا وقيل لا بل ضائر الشرع لهم به عملا، وليس يقتدى بهم، وإنما يهديك أن تقفو سبيل العلماء، ولا تحد عن السواد الأعظم وذر بنيات الطريق تسلمي، جارنا الله من الضلال في العقد والأقوال والأفعال، آمين. أجارنا الله من الضلال في العقد والأقوال والأفعال، آمين رب العالمين، وصلى الله على محمد. فصل في صفات المعاني. إرادة تجب والقدرة له، والعلم والحياة عند العقلة، إذ لو يكن واحد منها انتفى لكان غير موجد بلا خفة، ولو يكن غير قادر على فعل مكوناته ما فعل، أو كان موجدا لما قد كانها لكان غير قادر فانتبها، أو فاعلا بعلة حق القدم للعالم الذي حدوثه انحتم، إذ كل علة مع المعلول تدور في العدم والحصول، أو بطبيعة إذا توقف على وجود الشرط قطعا وانتفى مانعه، فان يكن بالقدم يتصف المانع ولم ينعدم، أو بالحدوث فإلى التسلسل أفضى وما يفضي لو لم يحصل،
ولو يكون غير مختار لما ولو يكون غير مختار لما كان على الترك قديرا فعلم، ولا على فعل سوى المعلول ولا سوى المطبوع في المعقول، ولو لكل ممكنات عله طبعا طبيعه او عله لبعضهن دون ما يقابل، يكون بيس ما يقول الجاهل، لكان كل ممكن موجودا وفي الجميع بعضها مفقودا، أو مع غفلة لساوى ما كره وقوع المراد حين ينتبه، فكان ما وقع محتاجا إلى مرجح سواه حين فعلا، مع غفلة إن لم يكن بالطبع أو بعلة وذاك بالعقل نفى. والعلم شرط في الإرادة وفي جميع الحياة شرط فاعرفه، وكل مشروط بدون شرطه وجوده ممتنع فانتبه. والعلم يستدل بالإتقان عليه والتنبيه في الفرقان عليه للحث على التفكر، وعبرة تكون للمعتبر في أمر هذا الملك القهار، مثل اختلاف الليل والنهار والخلف في الألسن والألوان، كالبيض والسمر والسودان والفلوك التي ترى في البحر بإذن ربنا العزيز تجري، وخلق الأرض والسماوات وما بينهما كالنار والريح، وما وحكم الأمطار والبحور، وحكمة الإناث والذكور، تشابه خلقا وأبدى كونها يفرق حتى في الكلام بينها، وكون صوت شخص خلقا اتحد بصوته وليس عينه يعاد، وكون الأشخاص بكل جنس تمثل بلا وقوع لبسي، وكون الأقرب بالأقرب أشد شبها ككل والد وما ولد، وجعلوا إياهم أزواجا ومنهم يخرجهم إخراجا، وجعله من شاء عقيما منهم، وكون الإنسان حواه الرحيم ماء إذا وجوده خصيما، حيا بصيرا سامعا عليما، يغوص حتى يبلغ الحقائق ويدرك الأسرار الدقائق، فكم حوت نفسك من عجيب عن حصره يا حج الأريب، ورفع السماء بغير عمد ترونها فاعلم ولا معتمد، وجعل الأرض لنا مهادا، وجعل جبال أوتادا، وخلق لنا عاملنا، وجعل منها حمولة وفرش وفرشا سفلا، والنجم والشجر والكواكب والشمس والقمر للحواسب، هذا وما شهد من ذا أكثر من أن يكون باللسان يحصر، وإنما غاب عن المشاهدة أكثر مما ذو العيان شاهد، فتلك آيات العزيز الباري فليعتبر فيها أولو الأبصار، وهي على إحاطة العلم بكل شيء وقدرة على ما شاء تدل، لأن هذا العالم المنكشف لنا مقابلاته المختلفة محال أن يصدر ممن قد عجز أو جاهل أو غير من يختار عز، ورب ما خلق هذا باطل سبحانه جل مريدا فاعلا ما شاء بل خلقه دليلا على جلاله على جليلا، وليس الإله فيما أنشأه من غرض وذا ابتداع خطئ، أقر بالتسبيح والثناء له براء الأرض والسماء والسمع والبصر والكلام، جاء أدلة النقل عليها والحجة، لأن لو انتفت لاتصف بما من الأضداد من نقص وفى، لمالك الملك وذا محال في حق رب وصف الكمال، لبعض في ذا الدليل نظر ووجه عما قليل يذكر، فهذه سبع معان تسمى ولازمت سبعا إلى يتم، أي كون وحيا مريدا وقدير ومتكلما سميع وبصير وعالما فعل ربنا الجليل بكل واجب وكل مستحيل وكل جائز به تعلق، ومثله الكلام في ذا مطلقا، واستمع البصر بالموجود لا سواه، والقدرة عند العقلاء تعلقت أيضا بكل ممكن، ومثله إرادة الله الغني، فبنى أن هذه الصفات لا تعلق سوى الحياة، للعلم والسمع انكشاف والبصر، ولكلامه الدلالة وقر، للقدرة التأثير للإرادة تخصيص ممكن بما أراد، للعلم فاعلم إذ على التخصيص توقف الوقوع بالتنصيص، والعلم بالوقوع قد توقف على الوقوع وهو من غير خفا، تخصيص ممكن بذا الوقوع في أصل مخالف وذا دور كفي، ولا يكون العلم أن قد وقع في حالة العلم بأن لم يقع، فبنى أن العلم بالوقوع تابعون حصل للوقوع، وليس لازما حدوث علم إلهنا جل على ذا الحكم، لأن معنى العلم بالوقوع نسبة معلومية الوقوع إليه، لا صفة علمه التي قام بذاته تعالى جلتي، لأن الوصف الذي به انكشف ذاك الوقوع الذي به اتصف، والنسبة انكشاف ذا الوقوع به، فبنى أنها سواه فانتبه، والعلم واحد قديم والنسب كثيرة وحكمها بلا ريب، وهو الذي انكشافه يضاف له من أزلية وغير فعقلة، فالأزلي الواجبة أصلا، وأن يكون نيات ما شاء جل يحرر، ونفي أن يكون ما لم يشأ، ونفي أن وقع كل منشأ طار وقوع الواقعة بعدما خصصها الله بذاك فعلما، وصفة الإرادة القديمة قائمة بذاته العظيمة، وصفة الإرادة القديمة قائمة بذاته العظيمة، وليس من طرو نسبة إلى صفته طروها يلزم لا كنسبة انكشاف حادث إلى بصر مولانا وسمعها على، ونسبة التأثير والتقدير لقدرة مهيمن قدير، فهذه الصفات كلها وجب قدامها بالعقل دون ذي النساب، والله لا يخفى عليه شيء، وهو السميع العالم العلي، والله جل يعلم المعلومة على وفاق حاله عموما، سبحانه من عالم أن يقع قبل الوقوع كل ما قد وقع، وكيف كم أين وأيان يقع، وأنه وقع بعدما وقع، قبل أن وقع أن لم يقع، بلا ترتب ولا تتبع، بعلم القديم ذي البقاء الواحد المحيط بالأشياء، وكن هاه كسان الصفات لا تدرك العقول لا والذات، مالك مالات الإله غاية ولا لعلمه على نهاية.
مالك مالات الإله غاية ولا لعلمه على نهاية. فكان معلوماته لا تنحصر كذاك مقدورات هذا المقتدر. ووصلات الله والمسموعات أعم من وجه من المقدورات، وكل مبصر له مسموع له بالعكس هذا المبوع. مطلقا أعم معلوماته مما بيتعلقت صفاته إلا الكلام فهو في التعلق كعلمه سبحانه فحقه كعلمه سبحانه فحققي. وكلمته تعالى فاقتدي ليس لها من مبدأ ومنفذ، هذا وللعقول حد وانتهاء وليس للكمال منه منتهى. أيدنا الله بنور الفهم وما طعنا ظلمات وهمي. وما به الصفة لم تعلق إليه لم تكن تعد مطلقا نفيا أو إثباتا، نفيا أو إثباتا. فلا يقال ولا آكل أو آكل ذا الماء ولا أشرب أو أشرب لحم البقر، أو ربنا يقدر أو لم يقدر أن يخلق الواجب والمحال كذاته ونده تعالى. معنى كمال قدرة المهيمن يجوب أن تعلق بالممكن. والعلم لا يغني عن السمع ولا عن بصر المولى فاعل معولا. وقيل عن إدراكه العلم كفى، وقيل له بعضهم قد وقف، والكل منها غيره قد باين وكان في الشهاد ذا معاينة. والسبع الإدراك بهن ألحقي في المعنويات وفي التعلق له على القول به تعلق بكل ما وجد والتعلق. أن تطلب الصفة أمرا زاد عن قيامها بالذات وهو فاسمعا نفسية لا كذلك القيام الذات والوجود فدل ذا المرام. وقيل نسبة فللصفات مجازا حقيقة للذات. والحق أن نسبة الأمر إلى ذات الله بصفاته على وما لذاته تعالى سبق من وحدة وقيدة من ومن بقب ومن خلاف حادث ومن غنى عن المخصص لا تعين. ولازم من انتفاء وحدتها دخول في الوجود عد ما انتهى وافتقار وين مرجحي لعدد معين مرجحي. ولو تكن غير قديمة لازم وصف بأضداد حدوثها حتم، إذ من تغير بذي نفي القدم يلزم والبقاء به قد انحتم. ومثل الغنى عن المخصص كذا المخالفة للمخصص. وإن تقل لم لا يجوز أن خالت عنها وعن أضدادها الذات علت. قلت عرو الذات عن جميع ما تقبله من المحالف على ما في حادث إذ واجب أن يوصف بأحد الأكوان قطع فعرف. وفي قديم لوجوب إن وصف بما عليه الخلق دل فاعترف كالعلم والقدرة والإرادة وشرط إن عن ذوي الإفادة. ثم القبول فعلم النفسي فعدم اختلافه جلي. ولولا الحدوث وصفا يجعل لازم الدورة أو التسلسل لأن لمثلهن تفتقر ومثلها إذ ذكى أيضا مفتقر. حكم على الموجود بالموجود لا سواه معنوية قد جعل. ثم الصفات أضرب أي معنى سلبية حال. فأما المعنى فصفة إلى الوجود تنتمي وذات سلب من تمت للعدم. والحال ما ليس إلى وجود أو عدم يسب كالوجود. والمعنوية وكون الحال وسيطة باد بالاستدلال لأنه لو بالوجود جعل متصفا لاستلزم التسلسل. وكان بالعدم اتصافي لاتصف الموجود بالمنافي. وركبت ماهية الوجود من عدميات بلا جحود وصفة جامعة كالعظمة من ذاك فعد فضله وكرمه وعدله وكالجلال فدري والملك وقهر والكبرياء. وعزه وصفة الأفعال أي فعله كالهدي والإضلال والخلق والهلاك والإحياء والرزق والإسعاد والإشقاء. وصفة الإقلاع كالغفران والحلم والعفو عن العصيان وغير آتين له جل تجب وهي له جائزة فلتحتسب. لكنها هي دليل الواجب لأنها لنقض النسالبة. والخلف في الرحمة والرأفة أو رضاه والغضب والحب حكوا. هل هي للفعل أو الإرادة راجعة عند ذوي الإفادة عن قباض النفس وانبساطها أو فيدها ونحوها فانتبه. تصرف بالإجماع إذ وحين أن تعرض المواهب من الجنين. وصفة السمع كالاستحياء وغيرة الله والاستواء والكيد والمكر كذا المخادعة. وصفة الله فلا تخادع قديمة صفته الذاتية حادثة صفته الفعلية. وما سواه منسبا للأزل إذ لا لا تقدست من أولي. وما لو جل من الأسماء فواجب القدم والبقاء. وذاك باعتبار معناها كما نص على ذاك جميع العلماء. وباعتبار لفظها والحرف فليس في حدوثها من خلفي. وما روي في الشرع منها يؤخذ ومقتضى القياس فيها ينبذ. وبعضها لم يدع غيره به وبعضها مشترك فانتبه. كالله والقدس والسلام فاعلموا ذي الجلال والإكرام. وكالمهيمن وكالحليم والبر والرؤوف والرحيم. أما اسم الأعظم فوالله عمن له بسر انتباه. إذ للتعلق وللتخلق تصلح إلا هو فللتعلق. وإذ له دلالة مطابقة لذاته ولصفات اللائقة. لذلك الحمد إلى سواه لم يضف كما أفاده أهل الحكم. والاسم ثم الوصف المسمى وقائم بالذات فاعلم يما إلى الحقيقة وفي اللفظ وفي مقال واصف مجاز فاعرفه. سبحانه من طيب الأسماء ذو عزة عزته كبرياء. وذاته سبحانه مجهولة لكن ألوهيته معقولة لأن معناها كمال الملك لغيره جل بغير شركه. وذاك الافتقار ما عداه إليه معناه عن سواه. الظاهر الباطن وهو الباري سبحانه من فعل مختار. والأشعري بالحال وصفا لم يعد فيجعل الموجود عينما وجد. والمعنوية على ما يعتقد عين المعاني لا سواه فاقتصد. وأهل الاعتزال ساعدوا على إثباتها دون المعاني فعاقينا. ولا خلاف عن ذوي معاني ينقد في إثبات المعاني. ورد قول الآفك المعاندي تحقيق وأنت لازم في الشاهد. ولتلحق الغيب بالشاهد في ذاك التلازم بجامع انتفى
الحرفي أربعة عندهم الجوامع: شرط، دليل، علة، والرابع حقيقة، ولو ترى بالذات قد عللت لكانت الصفات، لأن ما خص بها لها ثبت. فالذات إذا كان محل استوجبت مع الغنى عنه بلا خلاف، وأن تنافي ولا تنافي، ولازم الكون الوجودين فما فوق وجود في الذي الشيخ اعتمى. تعليل ما وجب غير لازم، لأن معناه هنا التلازم. كذا تكثر القديم المجمع أن ليس إلا واحد، فلتسمعي، لأن ذا الوحدة من تكثر صفاته. صفاتي بديهة لم يكثر، أما ترى الجوهر صفاتي كثيرة مع انفراد الذات والعقل على انتفاء كثرة، بل أجمع على وجوب وحدة أوصافه ليس أخص القدم، فيوجب اشتراكا أيضا في الأعم، إذ لا يكون ذا الأخص غير ما يجب إدراك المتصف كما يحرر. هذا فيه إشكال، يجيب إدراكا توصف كما يحرر. هو بديهي وذاته على سبحانه جل وعز جهلت، فصحب بعض ما يستحيل في حقه تعالى، ويستحيل الموت في حق الغني، وعجزه عن ممكن ما فغني، قطعا عن الأسباب في التأثير، والعبد في الأفعال والتدبير. كذا كان يخص أمر الأمكان ببعض ما كان عليه ممكنا، مع كرهية أو مع غفلة، أو كونه طبيعة أو علة، وجهله جل بمعلوم ما أو ما إلى معنى، وأيضا يما كقسم علمه إلى التصديق ولا التصور أو التفريق لنظر وإلى ضروري، وكذهوله عن الأمور، ومستحيل أن يكون بالبدا متصفا، ونقد دعواه بدا لأنه يجب أن يخفى الصواب عليه، وهو الجهل من غير طياب، ومستحيل أن يكون بالصمم متصفا أو بالعمى أو بالبكم ونحوه، كاللفظ والتغيير والصمت والتقديم والتأخير والكل والبعض وتركيب الجمل. وإنما كلامه عز وجل معنى القديم ذو بقاء واحد قام بذات المتعالي المجد، تكلم الله به في الأزل بالانتهاء والابتداء أولي، وإنما له ابتداء وانتهاء، إزالة المانع فلتنتبه، كما جرى في أمر موسى السمع من غير صوت ذي خفاء ومرتفع، بل سمعه له بما يليق بصفة الجليل ذا التحقيق، وحكم الله العزيز تقصر عن سرها عقولنا وتبهر وتبهر. ولم تكن تبلغ إلا أنه ما شاء أبدل الوراء وكنه، ولم تكن تبلغ إلا أنه ما شاء أبدل الوراء وكنه، لأن سبحانه وتعالى قد أوجب العقل له الكمال، وذلك المعنى إذا ما يتلى بلفظ حادث عليه دل معجزة على لسان العربي سمي بالقرآن فعلاً تصبي، فإنه ليس بمخلوق ولا صفة مخلوق كما قد انجلى، وإن عن الكلام بالعبراني عبر أو عبر بالسرياني سمي بالتوراة والإنجيل سمي بالتوراة والإنجيل وبالزبور حد عن التضليل، ومن يقول بخلقها فبدعي وذو اعتزال عن سبيل الشرع، وإنما الحديث منها اللفظ ونظمها وفهمها والحفظ، كذا التلاوة كذا الإنزال، وغير ذا الضلال والإضلال. ولم يكن تعديل الأسماء بحسب مختلفات وحدة الشيء سلب، فالله واحد وباعتبار أنبرأ العبادة يدعى الباري، وباعتبار خلقه بالخالق، وباعتبار رزقه بالرازق، وباعتبار رزقه بالرازق، وباعتبار منه المنان، وباعتبار رحمة الرحمن، وباعتبار لطفه اللطيف، وباعتبار رأفة الرؤوف، وباعتبار أنه ذات علت قامت بها صفاته تقدست بالله يدعى، وهو الاسم العلم للذات والصفات وهو الأعظم. كذا كلامه بهذه الأسماء بحسب الأمور ذي يسمى، ويدعى لآياته، ويدعى بالسور وبالكتاب باعتبارات أخرى، وأطلق الكلام والقرآن على المعجز الذي أتانا، لأن من مجازنا المقبول تسمية الدليل من المدلول، أيضنا إليه بالتوفيق والفهم للحق على التحقيق. أمين. وصلى الله عليه محمد، فصل في الجائز في حق تعالى. أما الذي يجوز في حق الغني سبحانه ففعل كل ممكن كخلقه الأنام والأفعال، وعدد من الواجب الإنفعال، وجاز تكليف بما شاء الورى ولو من المحال عند من درى، وجاز إجاب الإيمان، ومثل تحريم الكفران. كذلك ترتيب الثواب والعقاب على امتثال أمره والاجتناب، من ثم تحكيم ذوي اعتزال العقل قد عد من الضلال، وأنه تدرك قبل الشرع أحكام بالعقل أو بالطبع، ولم يجب أصلح أو صلاح لنا وإلا عمنا الفلاح، لقدرة الله على إيصال نعيم لنا بلا عضال، بل كل نعمة حبنا فضل، وكل نقمة بلنا عدل، ولم يكن فعل عليه وجب عقلا ولا ترك، انقلب حقيقة الممكن مستحيلة واجبا عقلا وذا وحيلة، وظلمه سبحانه لخلقه من الذي نحيله في حقه، كل مالك له تصريفه في ماله ملكا فلا تحيفه، وكل عالم له مملوك ولم يكن فيه له شريك، لأنه مجده من العدم، ومن هنا الغرض نفيه الحاتم، ولولا الغرض كان جعل قديما العالم أو تسلسل، وليس من يفعله من غير غرض ذا سفين، كما به الخصم اعترض، لأنه الفاعل مع عقباه مهلكة للجهل أو هواه، مهلكة للجهل أو هواه، يوقع في لذة قد حضرت تفضي إلى مضرة تأخرت، فأين ذا من عالم الشهادة، فأين ذا من عالم الشهادة والغيب نستوعبه السعادة، ما إن ذا عن الغني عن كل ما سواه لم ينفع ولم يضر سما سواه لم ينفع ولم يضر سما واللام فيه إلا ليعبدوني لاستعارة بلا تخميني من علة غاية للصيرورة ولم تكن حقيقة ضرورة أن الإله يستحيل الغرض عليه فالظاهر منها يرفض والجامع الأمر أن ترتب كل على العامل فلتحتسبه نظيره في ذاك ما قال لدول الموت يبنوا الخراب المنشد ورشعب بما ولد منهم من رزق العقل عليها عالم والأصل ما خلقهم إلا وهم يؤول أمرهم لأن ربهم من الجميع يطلب العبادة مخلصة له بلا زيادة والله لا يسأل عما يفعل وكل ما أراده ينفعل
ورب كفر ناشئ مسبب عن جهل شخص بلسان العربي. فصف الرؤيا جعل الله احبه من يرى الله بكره وعشيا. ثم من الجائز عن ذوي النظر رؤيه ربنا تعالى بالبصر بلا اتصال وبلا مقابله ولا بما يستلزم المماثله، لانه راه خير البشر صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء كما للاكثر وللاحاديث بانه يرى كقوله كما ترون القمر وجهه، ان التزاحم انتفى لا انه في جهه بلا خفا. وشرحه زياده في الايه برؤيه الاله وهي وصف جل الوجوه الناظره بكونها الى الاله ناظره، ونسبه ممكنه محققه، ثبوت صدق عند صدق المطلق لانها عام منها ولا عام اين يصدق الاخص صدق حتم. وقول مسارني اذ هو لا يجهل ما في حقه احيلا، ونفيه جل يخص الدنيا فكان زعم غير ذاك غير لذاك لم يقل لموسى لن ارى رؤيتي في العقل لن تصور. فهذه ظواهر كثيره فهي لنا القطع بها مثيره. وقول مولانا على لا تدركه لا يقتضي فيها انتفاء ندركه، لان الادراك اخص ولا عام بنفي انتفاه غير ملتزم. ولو جعلنا رؤيه معناه لاختص بالدنيا مدى انتفاه، وانه له الوجود قرر وكل موجود يصح ان يرى. وبعضهم يضعف ذا بكون وجوده الذات بغير مين كما يرى الشيخ الاشعري قدوه اهل السنه السني، لان الاستدلال بالذات على حكم تعلق بها لن يقبل. ومن يرى الوجود غير الذات فذا الدليل عنده مواتي، وذاك عند فخر هو المنشرح وهو الذي نختاره ونقترح، اذ ليس ذاته تعالى ذاته كذاته مولوده، والذات توصف بالعلم وبالحياه وغير ذاك من صفات الذات، ولم يكن بها الوجود صفا فقد تغير اذا بلا خفا. وكل راي لاتباع السلف يدى من المجمع والمختلف فيه، فمن يراه لا ضلال فيما يراه لا ولا اضلال، وكل ما اجمع اهل السنه على خلافه فكالاسنه، يهلك اما يعسن الانسان فيه وان زينه الشيطان. كمنع رؤيه الاله عقلا اذا اجمعوا على الجواز كلا، ولا توصخ لاهل الابتداع اذ جعلوها بعثه الشعاع، بل هي معنى قائم بالمرء قد اقتضى له انكشاف المرء. فكل ما شاء تعلقت به فيتراءى ربنا فانتبه، أما ترى النار يراها السالي ولا يرى ما دون تلك النار. دعوى اقتضى رؤية المقابلة برؤيات في الماء وجهي باطلة، فرؤية الباري جوازها ثبت. ومن يحيل فذو بصيرة عامة، ولم يصل عقل إلى تعقل كيفية الرؤية ما لم تحصل. وربما وقع أمر مدرك من أمره وكنه لا يدرك، وما ترى النمو بالشخص يقع ولا ترى متى ولا كيف وقع من الصبوة إلى أن بلغ كالنقص بعدما الأشد بلغ. سبحان من حكمه دقيقة ولا ترى لكيفها حقيقة. فصل بعث الرسل عليه الصلاة والسلام، ومنه بعث الرسل والإيمان بأعلى الورى يجب شرعا، فانتبه ليبلغوا كل قبيح وحسن شرعا، فمنهم علماء قطعا وظن، وجائز دونهم أن يبلغ إلهنا أحكامه من بلغ، لكنه أراد أن يبلغوا عباده من شرعه ما بلغوا. وكلهم أيده بمعجزة دلت على صدقه له، والمعجزة فعل لمولانا العوائد خرق مقارنا لما بدعوى ونطق. يعجز من عرضه عن مطلبه وقد تحدى قبل أن وقع بغير مكذب سوى الميت، إن يكن بإحياه تحدى فاستبن، وهي على صدقه تدل قطع عقلا وقيل عادة أو وضع، وهو الأصح. فهي كالرسول يصدق في جميع ما يقول، وهو الأصح فهي كالرسول يصدق في جميع ما يقول صلى الله عليه وسلم وصلى جميع الرسل والأنبياء وسلم. لذلك في حقهم الصدق يجب عقلا ويستحيل عقلا الكذب، لأنهم لو كذبوا للزم كذبه جل لما قد علم من أنه صدقهم ومن نسب الكذب الصدق، فإنه كذب ولو فرضنا منه إيقاع الكذب لكان جهلا علمه، فينقلب لأنه محل علمه محل خبره سبحانه عز وجل. وكذب العالم من نقام في لسانه والعلم بالقلب فيه، ولو يقم بذات ربنا الكذب لكان وصفه به جل يجب كان صدقه إذا محالا، فيلزم النقص له تعالى. والكذب في الأول أيضا امتنع في حقهم، إذ لو فرضناه وقع أدى إلى نقض دليل العقل. والصدق أيضا واجب للرسل عقلا على ثاني، لأنه حصل علم ضروري بصدق من جعل بيده المعجزة الله، فلا يعقل قلب العلم جهلا فعقلا. والله قد لم يمكن ذا كاذب منها، وإن لبس صاحب الكاذب بالسحر أظهر افتضاحه لمن يرتاب، والأمر من أول الزمن كذا إلى الساعة والمشاهدة على التواتر بذاك شاهدة. وأثبتت قرائن الأحوال علما بصدق الرسل في الأقوال، ما ترى حجتهم قد غلبت حجة من خلفهم وسلبته، وجدوا العباد لم ينتبهوا لواجب لرب فنبهوا، فكان ما ادعاه من التوحيد يجيبه العقل بلا تفنيد، وكان كل ما ادعاه من كفر يحيله العقل بمعان النظر، فعلمت بذلك العقول بالقطع أن الصادق الرسول، فحق صدقهم بذاك عقلا، إذ لا يكون العلم علما جهلا. فبان من ذا أنه لم تخرق عادة هذا الخارق المحقق تجويز خرق عادة لا يقدح في علم شيء بعدما يتضح. فعلمنا وجودنا منحتم مع جواز أن يقوم العدم، كذاك علمنا بصدق الرسل محقق مع جواز الأصل، والحق لا يخفى على ذي عقل. نسأل ربي عصمة من جهلي، ووجب التبليغ والأمانة وامتنع كتمان والخيانة، لأنهم لو لم يكونوا عصموا جاز لنا المكروه والمحرم، لأمر ربنا بالاقتداء بهم ولا يأمر بالفحشاء، وربما خصوا بحكم فينص بأنه حكم بذا الرسول. خص حديث ذي اليدين للتشريع والاقتداء بالرسل ذو تنويع، وأولا هم بها في يوسف في
ونحوه كأكل آدم تفي، ولو فرضنا منه الكتمان خان إذ الكاتم رشدا خان، وما به نبينا تحدى صلى الله عليه وسلم الخوارق يفوت العدى. محمد الهادي العظيم القدر صلى عليه الله كر الدار وبعض أدام، وما للأنبياء يكون بانقضائهم منقضي عليهم كلهم، صلاة رب لهم بإذنه الآيات. وقد أقر كل بفضل للمصطفى فما له من مثل صلى الله عليه وسلم، أفضل الآية التي الديان وأيد أمره به القرآن، إذ لم يزل يقرع سمع البلغاء بعجزهم عن مثله، وبلغ ذلك من فطنتهم، ذلك من فطنتهم توقدت وله معارضة قد قويت نظما ونثنى، وهم في كل فن كثر ما خاضوا من أنواع اللسن، وشاع في العباد والبلاد وذاع في الحضر والبوادي، ولم يكن يخص بعض الأزمنة من حين أنزل وبعض الأمكن، ولم يزل يسفه الأديان من كلهم ويشتم الأعيان، وأخبر الله بكون الإنس والجن لم يأتوا له بجنس، تعجزهم قد جاء بالتكرر كقوله فأتوا بعشر سور من مثله، فأتوا بسورة ولم تحرك الأنف ولم تحرك الأنفس منهم الهمم، لعلمهم بأنه إلهي فليس مهتم به أولاه، مع أنهم لا يملكون الأنفس مع ما على المنصب منهم قد أساء حتى يعارضوا بالرد، وإن كان الهلك لهم فيه عين، كيف وذا بلاغة وهي تدب على لسانهم دبيبا وترب، وهي تدب على لسانهم دبيبا وترب، واختلفوا على عجزهم للصرف أو خروجه عن طوقهم، وذا انتقوا، فعجز من يفوه عن مثل الصور كعجز من يصنع عن مثل الصور، واختلفوا على ذاك الإعجاز لما حوى من الوجوه أو لا يعلى، ما حوى من الحكم والأحكام ما يشديه العقول بالإحكام، ومن مصالح العباد عاجلة وآجلة مما يذكي الجاهلة، والرد بالأدلة العقلية على المخالفين والنقلية، وضرب الأمثال وسرد القصص في حسن أسلوب به مخصص، وعدم الخلل في التادية وكثرة الأذكار والأدعية، والروع في القلب والاستعذاب في النفس والحث على الآداب، مع كونه ميسرا للذكر وكثرة المعنى بسبر الفكر وكثرة العبر والتذكير وحفظ لفظه من التغيير وتوعية النفس بمواعظ يغرق فيها وعظ كل واعظ، وأنه بسمع كل سامع وإن بلا فهم المعاني بارعي، وأنه بسمع كل سامع وإن بلا فهم المعاني بارع، يحلو في الأسماع وفي الصدور مع كثرة التكرار والمرور، وكم يحلو في الأسماع وفي الصدور مع كثرة التكرار والمرور، وكم بأغبر من غيب بذا كالفتح والأصمة من قتل عيدا، مع اطلاعي على سرائر كل منافق عدو فاجر، ومع ذا جمع كل علم، ومن به جاء نبي أمي صلى الله عليه وسلم، ما خلط علمه الكتاب، وذا المبطل محى ارتياب، ومن تعرض لأن يقاوم حوى الفضائح عليه دائما، كمثل ما جاء به الخبيث من نظام الذي الغبي والفطن يستويان في مساويه، يستويان في مساويه ما أضح من نوك الغبي مسيلم، ومع ذا لم يبق فيه من أثر من سورة تتلى له أو من سور، بل بقيت مخرقة لم تزل بين الورى من الزمان الأول، أضحوكة إلى هلم جرى قد وضعته منزلا وقدرا. انظر إلى ما قال من يا الضفدع ابنة ضفدع نسألك عو، انظر إلى ما قال من يا ضفدع ابنة ضفدع نسألك عو، استك في الطين وأنفك بما وما به الدني، قد تكلم من قوله والطاحنات طحنا وبعد والعاجنات عاجنا، والفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، هل من مقصد أدراك، فإن ذا من قوله فاصدع بما تؤمر أمنتم من في السماء، ما إن ذا من ذكر الحكيم كإن الأبرار في نعيم، وقوله والعادية ضبحا وبعده فالمليت قدحا، هذا ومن أنوار أحمد خلق صلى الله عليه وسلم من قبل كون الخلق كله مؤتلق، أظهر أمره الذي أنشانا، وإن الهادي الورى لشانا، وذاته على الصفاء جبلت في خلقها وخلقها قد كملت، وأخبر الجن به والكهنة كخطر ابن مالك إذ بينا بقوله والبيت الدعائم إلى أن إنه من لهاش، وقال إذ قالوا له واشتواه ماذا لقومك ترى يا خطر، وأرى لقوم ما أرى لنفسي أن يبع خير نبي الإنس صلى الله عليه وسلم، يبعثه في مكة دار الحمص بمكة بمحكم التنزيل دون نفسه، وأفصح الإرهاص من صبواته إلى نزول الوحي عن نبوته باسمه ووصفه له، ذكر في الكتب التي نزولها غبر، فكان أهل كتب السماء تعرفه معرفة الأمناء، ما سمعت قصة الصديق مع الذي لقيه في الطريق، عن الذي أرسل بالأبيات لما لو رأى من الآيات، وابن سلم بالرسالة شيء له لما من العلامة عاد، وإذا أتى تبع أهل يثرب بشأنه أخبر أهل الكتب، وحين أخبروا بقرب المولد سمى أناس باسم محمد أولادهم، ومن بذا الاسم دعي منهم، إذن رسالة لم يدعي، أيستلم عاقل في أمر آيات من أعطي شرح الصدر، والكسب لم تدرك به النبوة ولا بحيلة ولا بقوة، لكن بفضل من له الإنشاء يخص من شاء بما يشاء، والأنبياء وعلمهم بالوحي وبهم الله القلوب يحيي، وغير قادح له في منصبي يجوز مثل مرض ونصب وكطوى وعطش وفرح وأسف وهيئة لم تقدح، والاقتناء والاعتناء بالغذاء وبالنكاح وملاقاة الأذى والبيع والشراء والطلاق وسفر والمشي في الأسواق والنوم والسنة والنسيان والاجتهاد فدري والمعاني، لنظر موصل إلى اليقين، قال الخليل لا أحب الآفلين، دليل ما جاز لهم مشاهدة وقوعه إذ من رآهم شاهد
وبالتوتر إلينا اتصل من سلف لخلاف على الولا، وجاء في الكتاب مثل أسفي يعقوب من فقد الكريم يوسفي، ونصب الكريم موسى قابل ما وجد من وجد من إله قد علم ومرض ومرض النبي أيوب، وما أذى قريش النبي المعتمى صلى الله عليه وسلم كإجارة شعيب موسى إذ بنت وانكحى فقيس، وذاك باعتبار ما منهم ظهر وباعتبار بطنهم ما استتر، فإنهم في صفة الملائك، وإنما وقع منهم ذلك للأجل والتشريع والترغيب على أرض الدنيا ولتكذيب زينتها في عام الأنام وعيشها الذاهب كالمنام، وللتنبؤ على أن العلي لم يرضى دار جزاء للولي لخسة القدر، فمن يراها شيئا فأعمل القلب عن فراها، بل فاز فيها من بصالح العمل، تزودوا من قبل إلمام الأجل، زود الله بزاد التقوى لننجو به قبل حلول البلوى، أمين. وصلى الله محمد بحثا في الدليل، ثم الدليل لدليل العقل منقسم ولدليل النقل، فالأول الذي به لن يقبل لذاته مطلوب تبدلا، والثاني ما أفاد من قول النبي قطعنا على ثبوت مطلوب حبي، وهو إلى العقل يقول حقا إذ لا يكون الصدق كذبا صدقا، واقتسم عقائد الإيمان ليوصل النفس إلى الإيقان، فالنقل في الكلام والسمع وفي بصره بيع العقل اكتفي لا ما توقف عليه الفعل منها، فالدليل في العقل وهي الوجود وصفة السلبي والأربع التي بذات الرب، لأن الاستدلال بالمنقول بمجال التصديق لرسوله من كون معجزات ما فعله وضعها لصدق تعالى، وذاك لا نجيبه إلا بما تؤثر الذات به، فلتعلم وتلك لم توجب بالاستدلال، وكونه النقل من المحال، إذ هو لدور إذا ملزوم ومنعه من منعه معلوم، ودوره بعد ثلاث رتب كبنبج وجنبح وحن بيبي ومثل وما من حدوث العالم دل على وجوب العالم، كذاك صدق الرسل والأمانات، كذاك صدق الرسل والأمانة وعدم الكذب والخيانة، وعدم الكذب والخيانة والخلف في الوحدة هل فيها اكتفي من نقل أو لا يكتفى، وذصطفي والعقل في السمع ونحوه أبى بعض، لأن نفيها لن يجيب في غائب ما يقتضي في الشاهد، وفي الحجاف ما من العقائد يمكن مما يجب الإيمان به مثل سؤال الملكين فانتبه، والنفخ والحفظة الإنسان في جميع ما منه بدأ أو ما خفي، فيجعل الله لهم دليلا على الضمير فاسلك السبيل، وقيل لا يكتب ما في القلب بل رقيب ما أضمر فيه الله جل، وليس يحتاج لهم في حفظ فعل ولا فكر ولا في لفظ، لأن علمه بكل شيء أحاط من ظاهر أو خفي، أدنى من الوريد من كل أرم كل شيء قبل كونه علم، لا رطب لا يابس لا حبة لا ورقة تسقط إلا اشتمل عليه علمه إلا في كتاب مبين في لوحه بالارتياب، خلق الأعمال وما توسوس به من العباد جل الأنفس، وكيف لا يعلم من خلق ما خلقه رب الأرض والسماء واللوح والقلم والملائك والعرش والكرسي والأرائك، وأنه أجرى بما كان وما يكون رب العرش ذاك القلم، وأن عزرائيل الأرواح مزون قطعا عن الأشباح، وهو المسمى في كتاب الله وملك الموت بالاشتباه، والنفخ إسرافيل وميكائيل ومقسم الماء وجبرائيل، هو الذي نزل بالفرقان على محمد العظيم الشان صلى الله عليه وسلم، وعلى محمد العظيم الشان، وكالثمانية عن الحمل على عرشه والكتب المنزلة والأنبياء ونزول عيسى، وما حكوا عن النبي إدريس، وأنه ختمهم بأحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده فانحو الهدى، وأنه كلف من قد بلغ بما من الأحكام عنه بلغ، وما عن الرسول في مضمون نص كتابي قد جاءنا من القصص، كان لإبراهيم والمنساة والريح والناقة والميقات، وأنه قد بهت الذي كفر بحجة الخليل فالحق ظاهر، وأنه رأى كيف يحيي سبحان الموتى بأمر وحي، يطمئن القلب لا ليؤمن لكونه من قبل ذاك مؤمنا، وأنه حلي أم موسى نخذفي والمسيح عيسى، كلمة الله قد ألقاها إلى مريم أمي، وأنه على كلام موسى بكلام ذاته، والذي نعد من صفاته، والجمال الذي لو تجلى جعله دكا على وجل، وقصة صديق مع إخوته، ولوت نوح في رجاء أمته، وإذا مما من أمر الرسل قص، وأن منهم من عليه لم يقص، كذاك الإصغاء به بالجسم إلى الروح دون الجسم دون وهم، كما يقال وجوب الخمس ونحوها، كما يقال وجوب الخمس ونحوها، وكطلوع الشمس من مغرب فتنة الدجال، وكل ما جاء من الأهوال كمثل يأجوج ومثل الزلزال، وكونها شيئا عظيما فعقله وحشه الوحوش والتكوير والانكدار فدر والتسجير، والطير السماء كما يطوى السجل وكشطها والانشقاق فامتثل، ودك الأرض والوجوه الباسرة وغير ذلك من شؤون الآخرة، وأن الأمر فعلما لله يومئذ فلا تكن بالله، نسأله الأمن من الروعات واللطف في المحيا وفي الممات، واللطف في المحيا وفي الممات، وموت كل ذي حياة فدري، وفتنة القبر ويوم الحشر، وبعث كل بذل بعد عدم أو التفرق وعوده حتم بالعين مثل بالإجماع، وفي عرضه وقته الخلف اقتفي، وعند بعضهم جلودا غيرها يقضي بأنها تكون غيرها، فغير عينيتها إذا انتفى تبديلها قطعا لما قد سلفا، ولم يكن سوى الزمان يبقى لفرق ما بين الجهود فرقا، والعدم المحض ونحوه اسلوبي في الروح والنبي وعجب الذنبي، ولا تموت الروح من مفارقة جسدها كهو من أن تفارق، بل لا تني تنعم أو تعذب حتى القيامة فتجلى الحجب، وليس يبرحون أحياء لدى ربهم ويرزقون الشهداء، وكالموازين وكالحساب فاعلموا كالثواب والعقاب، وتوزن الصحف بالأعمال وتوزن الصحف بالأعمال وتوزن الصحف بالأعمال وتوزن الصحف
الصحف بالأعمال أو وتوزن الصحف بالأعمال أو أمثلة الأعمال إذا خلف حكى وأنه يؤتى الكتاب من سلم من الذنوب باليمين فاغتنم بالشمال وبالشمال وراء الظهر يؤتى إذا كتابه ذو الكفر والخلف الوسطي هل بالأيمن أو غيرها والوقف عن بعض جوني وكسرة وهو جسر قد جعل على رضا بجنة الخلد وصل له كلاليب وكونه أرق من شعر عند ذوي السنة حق له كلاليب وكونه أرق من شعر عند ذوي السنة حق وليس بالعزيز يعني يمشي الورى عليه من أنشأهم وصورا وللقرفي كلام فيه أحد فلا أحد يختفيه منهم المشتاز مع أهوالي أو دونها فهم ذو أحوالي ومنهم من لا يجوزون وهم من أوبقتهم بهم ومن أوبقتهم بها أعمالهم والله يلطف بنا فيه وفي أهوالي ومن حش بالهادي وفي صلى الله عليه وسلم النار وهي الله والنار وهي الله للكفار أعدها والعصاة البالي وكل عاصم مؤمن لا يخلد فيها وكل كافر مؤبد ومالك خازنها وهي أشد سوء لذا أعداؤه لهم تعد وأصف ما فيها من عذاب قد جاء في السنة والكتاب فنسأل العظيم أن يعصمنا منها بفضله وأن يكرمنا بحبه وبالهداية إلى سعيم به نجاتنا من البلاء وكالشفاعة وكبرى أشتى الخصوص به والأربع الأخر نوعان منهن قد اختص به ولم يشارك فيه ما فانتبه شفاعة في النقص من عذاب كفرة تخلد في العذاب ثانيهما شفاعة في من دخل في جنة الخلد بإعلاء المحل وكبرى أنواع الشفاعة التي عمتهم إذ الهموم جلة عند الوقوف فيوجهونها له والأنبياء يسلمونها له فيجل الله كل لبس والأنبياء تقول نفسي نفسي شفاعتان شاركته الرسل والأنبياء فيهما والفضل له على الجميع فيهما وفي غيرهما والصالحون فاختفي ينقذ المذنب من دخولي رضا وأن يخرج بعد طولي أو قبله والحوض وهو من شارب منه فلا يضمأ والخلف نسب هل قبله الصراط أو حوضاني نرد بالصراط مفصولان وهو لو قطعنا وبعد دختري فهل كل مرسل له حوض عرف أم لا ومن غير أو من بدل يذاته الشرب الكريم نسأله وجوده مثل الصراط الآن والنار أوجبوا به الإيمان وهكذا الجنة وهي الله أعدها لمن قد اتقاه وهي التي هبط من آدم ولم يقل بغير ذاك عالم والمؤمنون ما اشتهت الأنفس ناله فيها وتناء كل سوء عنهم ومن أفضل ما في الجنة أمنهم من سلب تلك المنة عنهم ومن أفضل ما في الجنة يمنهم من سلب تلك المنة والحمد لله الذي عنا الحزن أذهبه بعد مقاساة المحن وبشر الجنة والتاني تعنو عنا تخطر في جناني يلقاه مخزن ورضوان بفرح ولهم الرضوان وجاء في الكتاب من أوصاف نعيمها ما هو أصلا كافي وبعدما أعطوا من النعيم أتحفهم برؤية الكريم فنسأل الله بفضل الله أن يجعلنا من أهل هذه المنن أمين ربنا صلى الله عليه محمد خاتمة نسأل الله حسنها خاتمة في كلمة الشهادة وحسنها نسأل والسعادة عنيت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها ترجمة الإيمان محمد رسول الله جعلها ترجمة الإيمان لعلها لجمع المعاني إذ الألوهية أن يغنى الإله عما سواه وافتقار ما عداه إليه والغنى الوجود والقدم أن يخالف الحوادث يلتزم كذا البقى القيام بالنفس كذا تنزل عن النقائص وذا قد أدخلت فيه وجوب البصر وسمع الكلام أهل النظر لأنه لو انتفت عنه افتقر لمحدث أو ذات أو دفع الضرر ونفي الأغراض وإلا افتقر أو نفي الأغراض ونفي الأغراض وإلا افتقر إلى المحصل لها وأن يرى بحقه يجوز فعل الممكن أو تركه جل وإلا يكون مفتقرا إليه التكمل إذ لم يجب له سوى المكمل والافتقار يقتضي عموما إرادة وقدوة النزوم والعلم والحياة إذ لو لم تكن واجبة له تعالى لم يكن شيء من الخلق فلا يفتقر شيء له منه أيضا يظهر وجوب وحدانية إذ لو فرض ثان لما افتقر شيء ونقض ونفي تأثير لشيء في آثر سواه بالطبع وإلا ما افتقر إليه إذا الآثر قطناه بما أودعه فيه لما تقدم والصفة الجامعة الكمال والصفة الجامعة الكمال تجب ذي الصفة كالجلال وصفة الأفعال أيضا تقتضي مثل المؤول أو المفوض وقولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولنا محمد رسول الله بالقطع ما يقول يستلزم الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب مثل ذلك كذاك صدق الرسل والأمانة وعدم الكاذب والخيانة لأنهم عليهم السلام وأرسلهم إلهنا السلام ليقتدى منهم بكل قول وعمل واختارهم ذو الطول لسر وحيه فهم لن يمكن أن يفعلوا المنهي بل هم أمنا قد انتهت وسيلة السعادة في نشر ما تضمن الشهادة اللهم صل وسلم وبارك على محمد بعد خلقك ورضا نفسك وزاد عاشك من كلمتك الهي نجي من كل ضيق فانت الى هنا مولى الجميع وبفي مدينه مسخرا ورزقا ثم دفنا في البقيع وفي لي والوالدين والمشايخ المسلمين امين.